طيب مساء الخير وكل عام وانتم بخير. وخليني الفيديو ده اتكلم عن بوسترات فيلم الكنز الجزء الاول والتاني، يعني لان ما عنديش على الجزء التاني لوحده ملاحظات كتير. المفروض الفيديو ده كان ينزل امبارح، عشان كده بقى قفلت اسبوع شغال ديلي ابلود كل يوم فيديو، بس كان لازم اخلص بوستري الفيلم الفيل الازرق الجزء التاني فانشغلت، لكن ملحوقه. نعتبر ده من الديلي ابلود وسابع يوم. قبل ما ابدا عايز اشكر نبيل بيبرز على هديته الجميله جدا بمناسبه وصولنا ل 25000 مشترك، حاجه قمه الروعه ما شاء الله. تنويه سريع لأي شخص جديد على القناة، كل الآراء اللي جاية سواء إيجابية أو سلبية فهي على التصميم بتاع البوستر وليس الفيلم نفسه أو الممثلين بشكل شخصي. طيب بشكل مبدئي وبدون مقدمات أكتر نبدأ بالجزء الثاني. وبداية من البوستر التشويقي، فكرته حلوة جدا وتنفيذها كان محتاج يتظبط سنة صغيرة، لكن ده لا يقلل من كونه حلو جدا وعجبني جدا. إن الكلمة كده طالعة من الرملة كأنها كنز فعلا، والعملات المعدنية تقريبا بتاعة يا فترة محمد سعد يا محمد رمضان، أعتقد تمشي الاثنين. واعتقد ان العملات دي اصلا كانت موجوده في الخلفيه مش متركبه، لان الرمال طالعه عليها بشكل واقعي على عكس الرمال فوق الكلمه اللي شكلها حلو لكن باين انها تركيب، لانها ظبطت في اماكن وقلشت في اماكن. ومفتاح الحياه اللي هو بيمثل فتره هند صبري. يمكن ما عجبنيش ان في اجزاء من الرمله اتلونت بلون مصفر كده حوالين الكتابه، فيعني الشكل ما عجبنيش. ترتيب الكلام بقى احسن هنا فقط، يعني الكنز الجزء الثاني الحب والمصير احسن من الكنز الحب والمصير الجزء الثاني زي ما كان حصل في الجزء الاول. كان مكتوب ايه؟ الكنز الحقيقه والخيال الجزء الاول. ده يحسسك ان المفروض يبقى فيه الحقيقه والخيال الجزء الثاني، فانا افضل الترتيب الثاني ان يبقى الرقم وبعدين التاج لاين، لكن شايف ان التاج لاين لوحده افضل. يعني لو الكنز الحقيقه والخيال الكنز الحب والمصير، ده كان بقى اعمق بالنسبه لي. نروح للبوسترات اللي نزلت. والحقيقه يعني انا ما بنزلش من البيت في العيد، فما اعرفش انهي فيهم متعلق في السينمات، فلو انت رحت سينما ممكن تكتب لي انهي بوستر في الثلاثه دول اللي نزل في السينما، او لو انت صورته ابعته لي على صفحه الفيسبوك. جايز عملوا بوستر رابع مجمع لكل الممثلين ما نزلش على النت او انا ما شفتوش. ولو ما نزلش بوستر مجمع او ما اتعملش من الاساس، فانا هترجم ده ان ما كانش فيه ما يكفي من الابتكار انك توفق الثلاث ازمنه مع بعض. وبعدين فيلم الكنز مش قصه حتشبسوت ولا علي الزيبق ولا بشر الكتاتني، انت بتحكي قصه الواصل بين كل دول وهو احمد حاتم. فممكن ننحي بعض الشخصيات جانبا ونعمل بوستر فيه احمد حاتم مع هند صبري وهاني عادل، مع محمد سعد وامينه خليل واحمد رزق، مع محمد رمضان وروبي، ويبقى كده خدنا من كل عصر اهم ما فيه، بدل ما نحاول نحط كل الممثلين دول في بوستر واحد والنتيجه تطلع مش قد كده. بس ماشي، خد المعلومه بتاعه فقر الابتكار دي مع ملاحظه اني ما اعرفش اتعمل مجمع ولا لا، عشان لو اتعمل ما الاقيش حد بيصوت لي في الكومنتات ويتهمني ان انا مش فاهم. انا بقول لو ما اتعملش، لو ما اتعملش. المهم خلينا اتكلم عن كل بوستر على حده سريعا كده. خلينا اتكلم عن دمج الصور وازاي تبقى ماشيه مع بعض. فالبوستر زيرو دمج، كل صوره ماشيه في فلك لوحدها بالوانها بالكونتراست بتاعها اللي مش ماشي مع اي صوره تانية. اختيارات الصور عشوائيه زي امينه خليل واخد لها سكرين شوت او فيلم ستيل وهي بتغني او بتتكلم فشكلها غريب، مع ان عندك صوره من الجزء الاول وهي برضو بتغني لكن شكلها مقبول. كمان احمد رزق عشوائي اللي هو ايه، وهو بيمشي كده او بيبص جنبه خلاص، مش النظره الحالمه المطلوبه في البوسترات. هيثم احمد زكي بيتكلم برضو وصورته هي هي بتاعت الجزء اللي فات. فواضح ان البوسترات كلها ما هي الا اعاده تدوير لصور الجزء الاول، ودي نقطه مش عجباني اوضحها كمان شويه. كنت افضل لو كله حافظ على النظره الحالمه في كل اتجاه دي بدون اي رياكشن يخلي البوستر عشوائي. طبعا زي ما قلت كل صور ماشيه مع نفسها بالوانها بالكونترست بتاعها بكل حاجه، ده غير الخلفيه العشوائيه اللي لو كان استبدلنا الشباك ده بالبروجيكتور اللي كان بيتعرض عليه شرايط محمد سعد كان المشهد اكتمل. وطبعا وجود اجزاء فاتحه هنا بين ايد الكرسي باين ان مفيش كماله لصور الناس اللي ورا، فكان الحتت دي افضل لو بقت سودة، عشان بس ما تخلقليش تساؤل. انت كده حسستني ان احمد رزق الرجل الخفي، نص اللي فوق باين واللي تحت لا. قص الصور بقى وازاله الخلفيه معمول بطريقه يعني حدث ولا حرج على بدائيتها. يعني المفروض الشرابيه بتاعت الطربوش او البتاع الخيوط او الشعر دي اللي بيتقال عليها عربيا الشرابيه وفي مصر بيتقال عليها زر الطربوش، المفروض تبقى شعر، لكن هنا ايه بقى؟ واخدها كده حته واحده بالبين طول يلا يابا، وشعر امينه خليل يلا بالمره كذلك، مش يلا اي حاجه. في حاجه ثانيه مش متيقن منها 100% وهي ان محمد سعد اصلا متركب على الكرسي، لكن في اماكن باين فيها واقعي جدا زي هنا كده، واماكن ثانيه غير واقعي بالمره زي هنا. كوعه ملوش ظل. ما عجبنيش خالص ان اللوجو او التايبوجرافي بتاع الفيلم بقى احمر وعليه بيفل، وحتى ما عليهوش دروب شادو يبرزه بدل ما هو مش واضح كده. نروح للبوستر ده وهو كتكوين حلو، يعني في محاكاه للتكوينات الاجنبيه شويه اللي فيها شخص صغير وشخص كبير ومش عارف ده طالع من هنا وده طالع من هنا وده بيبص هنا وده بيبص هنا، يعني ده اسلوب متبع. اول حاجه ما عجبتنيش هو ترتيب الكتابه، يعني الاول كان الفونتات
مترتبة اكتر، انما هنا في عشوائية في اختيار الخطوط، يعني الحب والمصير بخط ثلث والجزء التاني بفونت اقرب ما يكون للنسخ وشكله مودرن حديث، في حتة زي دي قمة العشوائية، ومش لاقي مبرر لكون الجزء التاني متشفتة يمين. يجوز ده كان لتفادي مشكلة ان لو الكلمة بقت في المنتصف ده هيخلق شكل عجيب، لكن ساعتها كان ممكن الحب والمصير تكبر ونضيف جزء الديكوريشن ده بحيث نوزن الدنيا شوية. معرفش ليه وش محمد رمضان منور وشكله عجيب وملامحه غريبة على جسمه، فاضطريت اعمل زوم ان، والحقيقة يا ريتني ما عملت زوم ان. ملامح محمد رمضان متركبة على صورة تانية ليه، وباين قوي دقن الصورة الاصلية طالع بشكل عجيب من تحت راس محمد رمضان، حاجة اخر زومبي. انا اتخضيت وكنت ناوي اقول ان الصورة مصفرة بينما الجسم مدي على برتقاني والجسم عليه نويز اكتر من الوش، والوش فاتح والاسودات اللي فيه سودة بينما الاسودات اللي في الجسم مديه على بني، لكن يعني ده شخص وصناع عمل باكمله عدت عليهم ان دقن الصورة الاصلية لسه ظاهرة، هتكلمه في نويز وما نويزش؟ يا راجل كبر مخك، عك وليس كله كويس. وبالمرة برضو حبل القوس مش طالع اساسا على صدره، فهو ممكن يكون معلق القوس في حبل على ظهره، لكن ساعتها هيبقى شبه مستحيل انه يطلعه في المعركة، الا لو قصدهم ان هو حاطط القوس في الجعبة بتاعت الاسهم، ودي تبقى حاجة عجيبة الشكل. وبرضو الشعر مقطوع هنا قطعة عجيبة، فصورة محمد رمضان متشوهة خالص. مش عارف الجزء ده هودج ولا ايه بالظبط، انا كنت الاول بحسبه الشال او البتاعة اللي لابسها محمد رمضان، لكن لما شفت الصورة دي لقيت ان هي سودة وفيها نقش مش صفرة زي هنا. اعتقد الخلفيه بتاعت المآذن عايزه تخف شويه واطرافها تتمسح، لان خير اللهم اجعله خير لما غمقت البوستر اطرافها بقت باينه، ولو فتحته فهي لازالت باينه هنا وهنا برضو. اختيار صوره تاج العمود وعليهم قرش كان اختيار عشوائي جدا، وما كانش في مشكله لو جه مكانهم تكمله للمساجد او الباترن الاسلامي اللي تحت ده، ده غير ان ما عجبنيش ظهور المساجد بالشكل ده. يا الهي ما هذا الملحد اللعين، استغفر الله العظيم ما اقصدش كده. يا افهم المفروض ان المساجد دي في الخلفيه، في الخلف يعني في الخلف، لكن انا حاسس ان انت بتوسع الممثلين، وسع كده وسع كده وتبعدهم عشان تبين الخلفيه اللي المفروض وراهم، يعني بتتعامل معاها كانها عنصر او شخص خامس. الاحصنه اللي هنا خلقت نوع من الحركه، دي حاجه حلوه شكلها حلو، لكن ما عجبنيش ان الاحصنه شفافه ومبينه الجبال الرمليه اللي وراها. فيعني بص لو تغاضينا عن الاخطاء الشنيعه في التركيب في صوره محمد رمضان، فالبوستر شكلا كويس وليه طابع مناسب لاسم الفيلم والفتره. البوستر ده ما عنديش ملاحظات كتير، بس نوعا ما مظبوط عن اللي قبله، مع وجود تحفظ على قص الشعر اللي فيه قدر من البدائيه، ووجود نفس مشكله انك بتبعد الممثلين عشان تبين الخلفيه اللي المفروض وراهم، فده خلق مساحه فاضيه كتير. وعجبني التكوين اللي تحت حلو. نروح دلوقتي نتكلم عن بوسترات الجزء الاول، وانتشر له بوسترات فرديه كتير، لكن في اجماع ان الاثنين دول هم الرسميين المجمعين. اول حاجه تلفت نظرك في البوستر هو التايبوجرافي الممتاز، يمكن ما شرحتوش او ما اتكلمتش عنه باستفاضه في الجزء الثاني، بس خليني دلوقتي استرسل في الكلام عنه. هو رائع، الدمج فيه بين الحروف العربية والرموز او الطبع الفرعوني عظيم، حاجة عظيمة جدا وعجبتني جدا جدا، لكن البوستر ده يفتقر الابتكار. اصل الصور دي بنظراتها الحالمة في كل ناحية سهلة جدا تعمل بيها تكوين، يعني ده كان تكوين واعد لكن انت بكل عبقرية حرقته في مجرد صورة للفيسبوك. وفي البوستر اتعمل حاجة تقليدية جدا، بنشوف البوستر متقسم تقسيمة اراضي، تقسيمة تقليدية جدا كأنه حتة ارض عشان نرضي كل الاطراف، ادينا كل واحد قد التاني. كان ممكن حاجة دي تعدي لو البوستر تحلى بحاجه مهمه، ايه هي بقى؟ الشياكه. والشياكه في التصميم بتيجي مش بقد ايه انت عندك فكره وكونسبت، بقد ايه انت بتهتم بالتفاصيل، قد ايه الصور عليها ريتاتش مظبوط، قد ايه الوان الصور ماشيه مع بعض، قد ايه الصور منظمه واحجامها متناسبه مع بعض، وخلفيتها متشاله صح او معزوله صح. وللاسف البوستر افتقر معظم الحاجات دي، كل صوره في فلك لوحدها، وكل صوره مش قد الصوره اللي جنبها، يعني حتى لو قارنا الالوان هتلاقي صورة عباس ابو الحسن مصفرة عن صورة هاني عادل، وهاني عادل الهايلايتس او الاجزاء البيضاء او الابيضات الفاتحة في وشه مطفية عن روبي، احمد رزق محمر زيادة عن هند صبري وابيضات وشه مطفية خالص. طبعا قيس ده على اكتر من صورة، تقول لي بص الصور دي متاخدة كفيلم ستيلز او سكرين شوتس من الفيلم، يعني كل واحدة في ظروف اضاءة مختلفة. ارجع واقول لك برنامج بحجم الفوتوشوب اكيد في مليون طريقة للكالر ماتشنج، او يعني انك تمشي الالوان كلها مع بعض، او الكالر كوركشن انك تصحح الوان صوره مش مظبوطه. كمان فكره وجود خط كده وخلاص بين الصور بتاكد فكره الفقر الابداعي، يعني اعمل اي حاجه بينهم حسسني ان في شغل.
الشغل. فالبوستر كله بالنسبه لي تايبوجرافي رائع، لكن غير كده مفيش. وان يعني ليا رايي ملوش علاقه بالتصميم، ان كان يكفي الكنز الحقيقه والخيال زي ما قلت من شويه، مش لازم كلمه الجزء الاول. بشوف ان الفيلم لو ليه تاج لاين بيبقى افضل من يبقى ليه رقم. كمان في البوستر ده ومش متاكد الحقيقه 100% انه رسمي، لكن لقيته منتشر. التايبوجرافي اللي فيه كويس ومناسب، لكن بالنسبه لي التاني افضل بكتير. لكن برضو ده لا يجعل من ده سيء، الموضوع نسبي. لازال بيعاني من نفس المشكله، ان كل صوره مع نفسها. محمد رمضان مصفر شويه عن هند صبري وعن محمد سعد. محمد سعد الكونتراست بتاعه قليل جدا مقارنه بهند صبري، ويعني دي حاجه باينه قوي. تقول لي باينه ازاي؟ اقول لك قارن كده الاسود في محمد رمضان وهند صبري بالاسود في محمد سعد اللي هو اصلا بني غامق. الدمج بين الثلاث فترات تاريخيه ما بين العمود بالتاج الفرعوني وعلم مصر في الفتره اللي بيقدمها محمد سعد ومآذن القاهره القديمه في فتره علي الزيبق حلو، على الرغم من مباشرته اللي هو كل واحد بخلفيته وخلاص. بس اقدر اقول برضه عشان ما ابقاش ظالم ان الدمج ده قدم الفكره بشكل كويس، وكان اي محاوله للمبالغه في الدمج انك تفتكس وتجيب العمود طالع من ورا العلم بيخترق مأذنه كانت هتكلكع الدنيا في الخلفيه فده شكل ابسط واحسن. يمكن كان محتاج شويه تظبيط لان العمود شارب جدا والكونتراست بتاعه اعلى من العلم والمأذنه، وما عجبنيش الاجزاء البيضاء العشوائيه المنتشره، وكنت افضل لو الرمال كملت ونزلت شويه عشان ما نعملش علاقات بايخه بين الكتابه وبين الجبال الرمليه. اخيرا الريم لايت على النبله او القوس ملوش اي لازمه، ولو قربت تشوف ان النبله او القوس والاسهم تركيب والحبل بتاعهم تركيب، لكن من بعيد ما تقدرش تقول حاجه زي دي. لكن لما بتقرب بتحس ان صوره محمد رمضان مبلوره سنه او مبكسله سنه عن الاسهم، وده اضعف واقعيتهم شويه. لكن زي ما قلت لك دي مش هنلاحظها من بعيد، يعني لازال في زيادات صغيره بيضه في قص شعر محمد رمضان وشنب محمد سعد، ومش فاهم ليه جسم محمد رمضان ممسوح ورايح بفيد على محمد سعد. والبوستر ده نقدر نقول فيه تكوين عن ده، ولكن ينقصه شويه تكات فنيه هتخليه شيك ومنظم. وعشان ابقى غطيت كل حاجه عن الجزء الاول، خلينا اتكلم عن بعض البوسترات الفرديه ومش كلها، لانهم شبه اسطمبه مع تغيير الممثلين، ودي مش حاجه سلبيه بالمناسبه، انا بس بوضح. للوهله الاولى تلاقيها مبهره، لكن مع التدقيق بنلاقي انها حاجات فوق بعض من غير نسق او ترتيب. صوره من هنا على صوره من هنا وهنا وهنا، شفافيتهم قليله، مش عارف ده لايتن ده مالتي بلاي، تك 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 شكل، يعني ده زي كولاج غير منظم. وافتكر ان حاجه زي دي في سنه 2011 كانت سمه في المنتديات بتاعه التصميم، ان انت بتجيب 200 تكستشر وتحطهم فوق بعض، واحد سكرين واحد سوفت لايت واحد مالتي بلاي، ومن كتر الحاجات والطبقات اللي فوق بعض بتوصل لشكل يبان كويس من بعيد. ده غير ان الريم لايت او اللسعات البيضه دي معموله في مكان خلى شكلها وحش، يعني هي ما توصلش للكتف الاخر وكده، المفروض يبقى اخرها هنا، لكن لما وصلت لكل ده على الكتف وعلى الطربوش كمان، ده خلى زي في فاصل بين احمد رزق وبين خلفية شكله بايخ. كذلك هو الحال هنا، صورة فوق صورة فوق صورة ومباني طالعة في وش احمد حاتم والشكل عجيب، وده مش دبل اكسبوجر على الاطلاق. اما هنا فانا شخصيا تتفق او تختلف معايا، مش شايف اي داعي لوجود الصوره مرتين طالما هي هي بنفس الالوان ونفس كل حاجه. يعني لو صورته وهو صغير بملابس تانية بعمه مثلا، او البوز بتاعه في حركه كده بيزعق او بيصرخ، او اللي في الخلفيه متموهه ومعموله كده ايه شفافه على الخلفيه او متقلل الشفافيه بتاعها، بحس يبقى عندي صوره مهمه تجذب العين وصوره لا. لكن ان يبقى في صورتين شبه بعض في كل حاجه في نفس النظره الماكره، نفس الالوان نفس الملابس نفس كل حاجه، دي حركه عشوائيه وكان يكفي الصوره الكبيره بس، ويعني بجدها كوميديه شويه. يجوز ده مش افيه عظيم، بس في سوسن بدر متكرره كده، واحده بص هنا واحده بص هنا، افتكرت اللي بتاع بكام يا حب وانا اشتريك، اللي هو شغل الاستديوهات ده اللي هو بنكرر الشخص اربع مرات. اما ده لا يزال بيعاني من مشكله تكرار الصور، لكن هنا يمكن تحايل على الامر ان بقى فيه بوزات مختلفه وفيها نوع من الحركه. ده غير ان وش محمد سعد اللي مقطوع بهند صبري ده حاجه في قمه السوق والعشوائيه. اخيرا في صوره للبوستر ده مش لاقيها بكواليتي كويسه، بس باين فيها قد ايه انه ده افضل بوستر للفيلم وفيه اهتمام بالتكوين والشكل المنظم. معرفش ليه ده ما انتشرش، بس اكيد الطبع لان شايف انه هو ينفع للجزئين سواء الاول والثاني. وواضح من تكرار الصور في بوسترات الجزئين تقريبا هي هي الصور ماشيه في الجزئين، ان المصمم او المصور ما عملش فوتو سيشن، ففكره ان حد يجي يحاول يعمل فان ارت للفيلم هيعاني. يعني اذا كان المصمم الرسمي ما عندوش صور جديده، هنجيب احنا صور منين؟ وبس كده اعتقد قلت كل اللي انا لاحظته عن بوسترات فيلم الكنز. ولو هعمل قائمه بقى
افلام انتاجها كبير وبوستراتها ضعيفة اكيد الكنز هيكون فيها. وبمناسبة الافلام كنت نزلت بوست على اليوتيوب كوميونيتي بطلب فيه اقتراحات لافلام عظيمة، صراحة جات اقتراحات كتير جدا، لكن يمكن انا ما كنتش واضح كفاية ان انا هتكلم عن بوسترات الافلام دي ومش الافلام نفسها، لكن يعني اشكر جدا الناس على اهتمامها انها تكتب افلام كتير عربي واجنبي ومن مختلف الفترات ومن مختلف التصنيفات. انا مبدئيا اخترت 10 افلام دول اللي هبدأ بيهم، والباقي هقسمهم على فيديوهات تانية وبس كده. وطبعا الاستامبة بتاعت كل مرة ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام، واهم بقى من كل ده ان انت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده. شكرا جزيلا.